أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مشاهدينا على مدار 30 دقيقة سوف أكون معكم في برنامج الوطن، أكيد تقدرون تتواصلوا معنا على هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم، أيضا على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم @الآن.tv، وطبعا للحالات الإنسانية على هاشتاغ قرد مع شيرين. مشاهدينا الكرام، أهم المواضيع أو العناوين في المملكة لهذا اليوم: تأييد عربي للدور السعودي في إرساء الأمن والسلم ومواجهة التطرف والإرهاب، ولي العهد يبحث ووزير الخارجية الأمريكية المستجدات في المنطقة، ولمعلمي المملكة تلقت مناصرة الكثير من أعضاء مجلس الأمن، عودت العلاقات مع إيران مرهون بتصرفاتها. ماذا عن المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن؟ أبرز الجرائم التي قادت 47 شخص إلى الحرابة والقتل تعزيراً، وأيضا خطأ طبي يفقد السعدي أوتار قدره. حياكم الله. أدان مجلس الأمن الدولي بأقصى حزم ممكن الاعتداءات على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد، وجاء في بيان المجلس أو في بيان أن المجلس يطالب طهران بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها، وكذلك الاحترام الكلي لالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص. قررت مملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطلبت من جميع أعضاء البعثة الإيرانية مغادرة البحرين خلال 48 ساعة، كما قررت إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى إيران وسحب جميع أعضاء البعثة. وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أمس استدعاء سفيرها في طهران وخفض التمثيل الدبلوماسي بسبب التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي. وأعلن السودان رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فورا تضامنا مع المملكة الشقيقة في مواجهة المخططات الإيرانية، وجدد إدانته بأقصى وأشد العبارات. وقررت مملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطلبت من جميع أعضاء البعثة الإيرانية مغادرة البحرين خلال 48 ساعة، كما قررت إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى إيران وسحب جميع أعضاء البعثة. قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن بلاده لا تريد اعتذار من إيران، وإنما تريد أفعال لوقف الانتهاكات. ونفى المعلمي أن تؤثر التوترات التي حصلت بين السعودية وإيران على جهود السلام في المنطقة، وقال إن بلاده ستواصل العمل بجد دعما للسلام في سوريا واليمن. مشاهدينا الكرام، وبحسب صحيفة عكاظ، نتناول استعراض لتفاصيل أخطر الهجمات الإرهابية والجرائم التي خطط لها وتورط فيها 47 إرهابي الذين نفذ في حقهم شرع الله السبت الماضي. تشير التفاصيل إلى مخططاتهم الآثمة التي أدينوا بها، حيث سجل المدانون اعترافات قانونية أمام القضاء، منها حيازتهم وصنعهم لصواريخ ومبايعة زعماء طالبان والتخطيط لاغتيال رجال الدولة والإعلاميين وأحداث تفجيرات وأعمال إجرامية في عدة مدن منها مكة والقصيم والمنطقة الشرقية. واحتوت الوقائع والجرائم التي أدين فيها القائمة قتل الأمريكي بول مارشال جونسون بضربه حتى الموت ثم فصل رأسه عن جسده، وشملت الجرائم استهداف رجال أمن ومرافق حيوية في بعض المدن، فضلا عن تغرير بعضهم وتعريض حياة عائلاتهم للخطر وسلب سيارات آمنين وتهديد المستأمنين المقيمين في البلاد. كما تنكر البعض من هؤلاء الإرهابيين في لباس الإحرام لتضليل الأمن بعد تورطهم في جرائم وأعمال إرهابية وتفخيخ سيارات
وشاحنات لترويع الآمنين وقتلهم بلا وازع من دين أو ضمير أو حتى أخلاق. نستعرض بعض أسماء هؤلاء الإرهابيين: عبد الله علي حاز على أسلحة وقوالب متفجرة واتهم بالاشتراك في تفجير مجمع المحية. مشعل بن حمود بن جوير الفراج أدين بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية. وأمين محمد عبد الله عقال الغامدي يعد أحد عناصر خلية 88 المعروفة بخلية شقة الخالدية وخبير في صناعة المتفجرات. فكري علي بن يحيى فقيه أدين باشتراكه في قتال رجال الأمن. وصالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشمسان ويعد أحد عناصر خلية 94 التي خططت لعمل إرهابي ضخم، وهذا العمل الإرهابي يستهدف النفط واغتيال العلماء ورجال الأمن والمسؤولين في الدولة ورجال الإعلام. بدر البدر نقل صاروخ من الرياض إلى القصيم. نجيب البهيجي واتهم بتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة الإرهاب ومقاومته لرجال الأمن بمحافظة الرس، وهو من قطع رأس جونسون. ماجد إبراهيم علي المغينيم أدين بإطلاق النار على الأمن خلال على رجال الأمن خلال أثناء مداهمة شقة الخالدية التي كان يتحصن بها مع عناصر التنظيم. نمر الكريزي زعيم خلية إرهابية مكونة من 86 شخص تورطت في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية. فهد الزامل أدين بمقاومة رجال الأمن في حي الملك فهد ومشاركته في سلب سيارتين تحت تهديد السلاح. فهد عبد الرحمن البريدي ارتكب عدة جرائم إرهابية وأدين في اعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة ومبايعته للهالك أحمد الدخيل. عبد الله المقرن أنشأ خلية إرهابية في الشرقية لجمع المعلومات عن الأماكن التي يقطنها مستأمنون ومعاهدون ورصده أيضا ومعرفة مستوى الحراسات على تلك المناطق. غازي بن راشد يحمل الشهادة المتوسطة وكان يعمل بأحد القطاعات قبل هروبه وخطط لمقاومة رجال الأمن والتنقل مع الإرهابيين. عبد العزيز الطويلعي أدين في عدد من الجرائم منها تستره على ما يعلم من مخططات التنظيم وما يعلم من مخططات التنظيم واتفاقه معهم على القيام بعمل إرهابي يستهدف النفط والاغتيالات. عادل يماني هو زعيم خلية إرهابية مكونة من 13 إرهابي كانوا يقفون خلف استهداف مصفات جيج وخان الأمانة بترك وظيفته وحول نفسه لعنصر إرهابي. ينضم إلينا الآن ومن الرياض الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. بداية اليوم نتكلم عن جهود المملكة في اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة. بداية نتكلم من مبدئيا من ممن يحاولون استهداف أمن وأمان المملكة، وبعد ذلك أيضا هذا الإرهاب الذي يحاول أن يقوم بعمليات إرهابية في العالم ويهدد الأمن العالمي والعربي، حدثنا عن هذه الجهود. من المؤكد أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من محاربة الإرهاب تعد في مصاف الدول الرائدة في محاربة هذه الآفة، وما قامت به من قبض على هؤلاء المجرمين الذين مارسوا كل أنواع الإرهاب ضد الآمنين دليل قاطع على جدية المملكة في القضاء على هذه الآفة بكل الوسائل، ومن ثم أيضا تقديم هؤلاء للمحاكم الشرعية ولكل ما يتطلبه القانون والشرع في محاكمة عادلة لهؤلاء الذين أدينوا بهذه الجرائم المخيفة
من قتل الآمنين سواء مواطنين أو مقيمين في أراضي المملكة. أنا أستغرب من بعض المنظمات الدولية الذين شجبوا قضية الإعدامات، لكن نسيوا أن هؤلاء الذين حكم نفذ فيهم الإعدام هم تسببوا في إعدام كثير من الناس الآمنين المطمئنين. الآن بعض الحقوقيين في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يسمى بالمنظمات الحقوقية لا يعرفون تماما أن مواطن أمريكي تعرض لأذى هؤلاء الإرهابيين وتعرض لقطع رأسه ووضع رأسه في ثلاجة لعدة أيام يتشفون بهذا العمل الإرهابي. أليس القانون الإسلامي، الشريعة الإسلامية تحث على وتحض على قتل وقطع دابر كل من هدد الآمنين؟ المملكة العربية السعودية لا تخشى ما تقول المنظمات الحقوقية أو الكلام الذي يتذرعون به. المجرم ليس جزائه إلا أن يقتل، لأن من روع الناس ومن تسبب في تخويفهم وفي إرهابهم هؤلاء ليسوا بجدرين في البقاء على وجه الأرض طالما هم يمارسون هذا. ولذلك المملكة العربية السعودية نفذت أحكام شرعية موثقة لأعمال إرهابية مشينة في حق هؤلاء. أنا أشوف أنه من الأمر الغير طبيعي ومن الأمر المستغرب أن يأتي من يدافع عن هؤلاء الإرهابيين ويدافعهم من النمر الذي تقول إيران أنه داعية صاحب يطالب بحقوق وأنه يعني يعبر عن رأيه. كيف يعبر عن رأيه وهو يحرض على القتل، قتل رجال الأمن، قتل الأمنيين، قتل الأشياء؟ فلذلك المملكة العربية السعودية قامت بما يجب أن تقوم به دولة مسؤولة وقضاء مؤتمن ومجتمع يؤيد ويدعم ما قامت به الدولة، والمجتمع الدولي يجب أن يتفهم تماما طبيعة الأشياء ولا يأخذها بالطريقة التي يريد أن يفهمها على طريقة الخاص. نعم، يعني خاصة دكتور محمد، يعني حتى هؤلاء الإرهابيين وقبل أن طبعا يعني كان هناك مدة طويلة تم التحقيق معهم، كان هناك أيضا شهادات من عائلاتهم طبعا أدانتهم هذه الشهادات أيضا، يعني كانت هناك اعترافات منهم، اعترافات مسجلة عن ما قاموا به من عمليات إرهابية وترويع للآمنين من مواطنين وأيضا مقيمين. دعنا نتحدث الآن عن المملكة وهي التي تعد من أكثر الدول تضررا من الإرهاب. هذا الشيء الذي جعل المملكة هدفا رئيسا لعمليات الإرهاب ومخططات الجماعات المتطرفة طوال سنوات ماضية. حدثنا عن دور المملكة الريادي في قيادة الأمة الإسلامية وأيضا مكانتها الكبيرة دوليا وسياسيا وفي محاربة الإرهاب. المملكة تعد دولة رائدة في محاربة الإرهاب ودولة أيضا بكل أسف مستهدفة من قبل الإرهابيين سواء من الداخل أو الذين يحرضون على قيام بالإرهاب في داخل المملكة من خارج المملكة. وبكل أسف أن هناك من لا يتفهم ما قامت به هذه البلاد من محاربة الإرهاب ومن منع كثير من المحاولات الإرهابية في كثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية. والدول الأوروبية اعتربت حكوماتها بدور المملكة العربية السعودية في مساندة تلك الدول في تجنيبها وتجنيب مواطنيها من محاولات إرهابية. المملكة بكل أسف يعني هي دولة رائدة باحثة عن الاستقرار، تعمل من أجل استقرار المنطقة بكل شيء، بل استقرار العالم. ولكن هناك من يحاول أن يشيطن المملكة ويشيطن ثقافتها ويشيطن تاريخها بما تهوى أنفسهم، أولئك الأعداء لهذا الوطن. تصور يا أختي العزيزة ويا مشاهدنا العزيز، لو المملكة العربية السعودية اختل موازين الأمن فيها
وعاثوا هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام بالمزيد من الجرائم، لأنه هؤلاء خضعوا للمحاكمات وفترة طويلة، وخضعوا لمحاولات إصلاحهم وإصلاح من كانوا يريدوا أيضا أن يغرروا به، وعملوا على كل الوسائل. كان منهم من يكابر ويرفض ويقول لو خرجت أو لم كذا فسأعود إلى ممارسة الإرهاب بشكل أشد. العالم ما لا يتفهمون هذا. وجميل من جريدة عكاظ التي يعني نشرت تفاصيل عن اعترافات هؤلاء والمحاضرة التي سجلت عليهم واعترافاتهم واعترافات أسرهم. وأنا أعتقد الآن نحن بحاجة إلى حملة إعلامية قوية نوضح للعالم، ما نقول والله أعدبنا 47، إنما نوضح بالتفاصيل لماذا أعدموا، لماذا قاموا بهذه الأعمال، من الذي حرضهم على هذه الأعمال، ما هي الظروف التي جعلتهم يقومون بهذه الأعمال المشينة، ولماذا المملكة العربية السعودية درأت عن مواطنيها وعن المقيمين على أرضها مخاطر هؤلاء وغيرهم الذين كانوا يريدوا المزيد من عمل الإرهاب. نعم دكتور محمد، اليوم أيضا لا يسعني سوى أيضا أن أتطرق إلى موضوع العلاقات السعودية الإيرانية أيضا. هذه العلاقات التي كانت وعلى مدى سنين مليئة بالمطبات، مطبات عديدة، احتقانات شديدة، خصوصا فيما يتعلق أيضا بمحاولة طهران المتكررة لاستغلال موسم الحج، أيضا التدخل في الشأن الداخلي للمملكة لدول الجوار. حدثنا أيضا عن هذه الجزئية، خاصة عندما نتكلم عن استهداف سفارة المملكة وتفجيرها طبعا في يعني قبل يومين. بكل أسف حكومة طهران منذ قيام ما يسمى بالثورة الإيرانية عام 1979 وهي مستهدفة المملكة في الدرجة الأولى لأسباب طائفية تمليها نظم وقوانين وتشريعات دولة إيران التي تحكمها بعقائد مخالفة كثيرا للمفاهيم الإسلام الحقيقي ولمفاهيم المفاهيم الدولية. جاءت بنية إلحاق الأذى في المملكة العربية السعودية، وكأنها تقول لماذا المملكة العربية السعودية تحتضن الحرمين الشريفين. الله سبحانه وتعالى كرم هذه البلاد بأن تكون خادمة لهذين البيتين ولزوار هؤلاء هذين البيتين من كل أنحاء العالم، بصرف النظر عن ألوانهم مذاهبهم وهذا بما فيهم الإيرانيين. ولكن إيران كانت ترسل حرس الثوري يلبسون ملابس الإحرام وشنطهم معبأة بالمتفجرات. نعم دكتور محمد، للأسف أدركني الوقت، كل الشكر لك لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. دكتور محمد الزلفا عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ماذا عن أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم؟ الشورى يطالب بمعالجة عجز حساب التقاعد العسكري وسداد 45 مليار للمؤسسة. والعوامية رجال أمن يتعرضون لإطلاق نار أثناء ضبط سرقة ومقتل مواطن وإصابة طفل. تقنية الخرج توجه 127 متدربا إلى سوق العمل. فاصل قصير. تحية طيبة من جديد. اكتفت صحة الطائف بمعاقبة موظف تسبب في ضياع معاملة مريض أكثر من عام بالحسم من راتبه ليومين فقط، وذلك بعدما وجه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور معتوق العصيمي بالتحقيق مع المتقاعسين في إجراءات قضية مريض فقد أوتار قدمه نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية واختفت معاملته وظل يبحث عنها لأكثر من عام ما بين إدارة المستشفى ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي. كما أكد المريض عبد الله مقبول الساعدي لصحيفة عكاظ أنه فقد أوتار قدمه نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية، وظل أكثر من عام يراجع بين إدارة المتابعة في صحة المحافظة ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي.
مشاهدينا الكرام ينضم إلي الآن وعبر الهاتف صاحب القضية الأستاذ عبد الله الساعدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. بداية يعني احكي لنا عن اللي صار معك وكيف دخلت المستشفى، متى خرجت من المستشفى، متى اكتشفت أن طبعا أنت فقدت أوتار قدمك سبب خطأ طبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا أخوي عبد الله. سم، أنا قضيتي ما استفدت في شيء من الموضوع هذا، خصم على الموظف ولا شيء. قضيتي لها سنة ونص ومعاملتي ما أعلمها وين، ما بين الشؤون الصحية وما بين مستشفى الملك عبد العزيز ومستشفى الملك فيصل. يعني صحة الطالب قاعدة تلاعب في معاملتي، في الأخير طلع الموظف ضيع معاملتي. لحظة بس أنا بفهم منك شيء عبد الله، قضيتك الحين أن فقدت أوتار قدمك عن طريق الخطأ بسبب خطأ طبي ولا عشان المعاملة حقتك ضاعت وبسببها صار الخطأ الطبي؟ بس أنا أبغى أفهم زين. لا، من قبل المعاملة أنا فاقد الأوتار حقت رجلي، ورجلي أصلي أنا أمشي وأنا في إعاقة. زين، وهم متعمدين الشيء هذا، صحة الطائف تسببوا في إعاقتي وفي ضياع معاملتي، المعاملة بعد الإعاقة. وما استفدت شيء من الخصم هذا على الموظف، أنا حتى الآن معاملتي ضايعة. وكلموني وجيتهم وقالوا أسبوعين إن شاء الله ويجي العلاج، قال لي شهر ونص الحين نفس الحالة الأول. نعم، طيب يعني ذكر ايضا يعني كان هناك ان في تحقيق باللي صار معك، وطبعا في ايضا بيكون في تقرير طبي ايضا يتكلم عن حالتك وانه حيكون في علاج عن قريب. طبعا هذا حسب ما ذكر المتحدث الاعلامي للشؤون الصحيه في المحافظه سراج الحميدان. انت وين في من الجزئيه هذه؟ هل حد كلمك؟ هل حد قال لك احنا بنتكفل بعلاجك؟ وش اللي صار؟ لا، لحد الان ما صار شيء، معاملتي ضايعه لحد الان وما صار شيء. نعم. وما طلب فيا، كل ما جيتهم قالوا اليوم بكره، يعني من اسبوع في اسبوع، من شهر في شهر. في الاخير معاملتي لها سنه ونص ويقولون تحت الدراسه، في الاخير في الشؤون الصحيه في الطائف هم متسببين في معاملتي وفي ضياعها. نعم. طب عبد الله انت رحت المستشفى ثانيه؟ كشفت يعني قالوا لك انه هو فعلا خطا طبي، مفروض انه ما يتم هذا الاجراء، مفروض انه يكون في اجراء ثاني؟ ايوه عندي، انا عندي شو اسمه، رحت مستشفيات وقالوا انت عندك خطا طبي وعندك لازم تسوي عمليه، عندك اعاقه. بس ما هو ذنبي، يعني صحه الطائف تسبب في اعاقتي وبعدين انا اروح اسويها على حسابي. نعم، الحين انت ما تقدر يعني تمشي على رجلك؟ امشي بس ما امشي يعني في اعاقه. عندك اوراق ثبوتيه بالشيء هذا عن حالتك قبل وعن الحاله يعني من المستشفيات اللي هي معتمده؟ لا، ما عندي تقرير غير المستشفى اللي من اللجنه، من مستشفى الملك عبد العزيز طلعت تقرير ان عندي خطا طبي. ورحت مستشفيات ثانيه ما سويت العمليه، بس كم دكتور يعني اخذت مني اشاره كذا وقال لي انت لازم تسوي عمليه وانت عندك صعوبه، حتى في المشي انا حاليا عندي صعوبه في المشي واعاني منها، يعني في الايام هذه صرت اعاني، ما اقدر امشي كثير ولا اقدر اسوق السياره. وهم قالوا بنعالجك ولك تعويض في الخطا، لحد الان ما شفت الشيء هذا، لي سنه ونص هم ما طلبوا فيني. لا عالجوني ولا عوضوني ولا شيء. نعم، عبد الله انت مين راجعت؟ اي جهه انت راجعتها وقالوا لك احنا بنعالجك ولا اعالجوك ولا عوضوك؟ هذا الكلام قبل شهر، رحت الشؤون الصحية ورحت من قابلت؟ قابلت معتوب العصيمي وقابلت مدير المتابعة، قالوا احنا معاملتك خلصناها وبيجيك الاتصال في خلال الأسبوع هذا. الحين لي شهر ونص ما جاني شيء، وأنا ما زلت تعبان وأعاني من رجلي ومستقبلي ضاع كله. يعني صحتي تسببت في إعاقتي وفي مستقبلي وفي كل حاجة. كم عمرك عبد الله؟ عمري 32 سنة. تشتغل ما تشتغل، هل أثرت أيضا
الإعاقة هذه أيضا على عملك؟ أشتغل في الشؤون الصحية، بس أشتغل معي وظيفة حكومية شركة، بس زين. ما زلت أمارس عملي، بس ما زلت على صراحة تعبان، يعني أروح العمل بصعوبة وأرجع البيت بصعوبة، ويعني حتى دراستي ماني راضي أكملها. نعم، يعني جاني بعت برا، ما قدرت أكمل دراستي برا، وجاني كوظيفة ما قدرت أكمل. نعم. طب انا خليك معاي عبد الله، انا بعد يعني بستعرض الحين الخبر اللي موجود في صحيفه عكاظ. طبعا الخبر طبعا حسب حالتك، انا بشرح شويه حالتك للمشاهدين. حسب جريده عكاظ ان المريض يحتفظ بالتقرير الطبي عن حالته اللي كانت، ايضا طبعا هذا التقرير اعتمدته صحه المحافظه، وتمت احاله هذا التقرير الى الهيئه الطبيه الشرعيه بعد ضياع المعاملة لأكثر من عام، في حين لم يعثر المريض عليها. أيضا جاء في التقرير الذي وقف عليه استشاريان في التجميل واستشاري في العظام أنه وبالاطلاع عليه تبين أنه أجري للمريض تدخل جراحي في طبعا هذا التدخل الجراحي في مستشفى الملك فيصل في الطائف، كان بتاريخ 14/7 لعام 1435 للهجرة، ويوجد له طبعا تقرير طبي بذلك، وبالعرض على اللجنة الطبية المشكلة في تاريخ 15/3 من عام 1436 للهجرة، والكشف على المريض طبعا وجد أنه لديه ندبة جلدية ملتئمة طولها حوالي 26 سنتيمتر في الناحية الجانبية الأمامية للساق اليسرى، مع انخساف أخدودي في مكان العضلات في الثلث الأوسط للساق اليسرى، وانبعاج في الثلث الأخير من الساق اليسرى. طبعا ووجد أن الدورة الدموية للقدم اليسرى طبيعية والإحساس فيها طبيعي، مع وجود تنمل بسيط وعدم القدرة على ثني مفصل الكاحل الأيسر إلى أعلى. طبعا أنا هالحين مشاهدين تناولت التقرير الطبي اللي يتعلق بضيف المتضرر عبد الله الساعدي. كلمة أخيرة قبل نختم الفقرة هذه والحلقة أيضا عبد الله. ألو سمع عبد الله، كلمة أخيرة قبل نختم. أنا صحة الطائف صراحة دمرت حياتي، وكل ما أراجعهم مدير الشؤون الصحية في الطائف كل يوم يماطلني، كل يوم يقول الاسبوع الجاي ان شاء الله معاملتك خالص. الحين كم لي سنه ونص وانا على هذا الحال. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. ناشد خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووزير الصحه الفالح بالنظر في موضوعي. ان شاء الله. اشكرك عبد الله الساعدي، المريض الذي فقد اوتار قدمه بسبب خطا طبي. شكرا جزيلا لك لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، وايضا ثقتك في البرنامج. مشاهدينا انتهى وقت البرنامج، باذن الله التقيكم بكره، مع السلامه.